نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من فندق الاقامه، نطمن منه على اخر الاجواء قبل اقامه المباراه. شكرا ليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك طبعا في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحدي جديد النهارده من ضمن التحديات الصعبه جدا على فريق النادي الاهلي في ظل هذا التوقيت، وهي مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس مصر من جديد، الاهلي والمقاصه في دور ال 16 على استاد الاهلي ويا سلام في الثامنه مساء، لكن بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالعودة في المشاركة من جديد لمسابقة كأس مصر والسوبر أيضا كمان خلال طبعا الأيام القادمة، وبعد التأكيدات والوعود الكبيرة جدا من الاتحاد المصري لكرة القدم على تلبية مطالب النادي الأهلي طبعا لتعرضه للظلم الكبير جدا خلال الفترة الماضية، وأيضا كمان تطوير لجنة الحكام أو منظومة التحكيم بشكل عام. فيمكن كل الأمور دي والبيانات الحقيقة اللي كان في توقيتها من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي الحقيقة يمكن أدت مردود كبير جدا، ده اللي بيطلب بيه النادي الأهلي. النادي الأهلي عايز حقه، النادي الأهلي عايز تطوير بشكل كبير جدا لمنظومة التحكيم والاتحاد المصري بشكل كامل، وهدفه طبعا هو تطوير الكرة المصرية. النادي الأهلي ممثل مصر طبعا في كل المحافل، فلابد يكون في يعني الأمانة والعدل اللي احنا بنطالب بيها النادي الاهلي طبعا خلال الفتره القادمه. فان شاء الله باذن الله بنامل من الاتحاد المصري لكره القدم خطوه جديده ان شاء الله، وزي ما بنقول كده نقطه ومن اول السطر، ومنتظرين ان شاء الله القادم يكون افضل للجميع ولمنظومه كره القدم بالكامل. نرجع لمباراه اليوم النهارده الاهلي ومصر المقاصه، يمكن تحدي صعب جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، لان انت عارف المباريات اللي بتكون طبعا نوك اوت او مباراه كاس مصر بتبقى محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه مجهود اكبر من اللاعبين، تحضير فني بشكل مكثف من طبعا مستر ريكاردو سواريش المدير الفني، وده الحقيقه الجهاز الفني بيقوم بيه خلال الفترة الماضية رغم ضيق الوقت وتلاحم المباريات والصعوبة بشكل كبير جدا ان انت تصحح اخطاء، تعمل ريكفري، تحاول ان انت تحفظ بعض اللعيبة الجمل اللي تنفذها في المباراة، صعوبة بالغة الحقيقة طبعا، وبنلتمس العذر في كل مرة بنتأكد على هذا الامر يا كابتن ايمن، بنلتمس العذر للجميع، للجهاز الفني، للاعبين على المرحلة الدقيقة جدا والتلاحم الكبير، لكن المردود ممتاز الحقيقة من شباب النادي الاهلي، مردود رائع جدا اما بياخدوا الفرصة وبيشاركوا، الروح بنشوفها، الاصرار، الجدية، ويمكن كمان يعني لابد ان احنا طبعا نشيد ونشكر طبعا الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي على دوره الكبير جدا وعلى يمكن متواصل بشكل مستمر مع كل اللعيبه المصعده لفريق النادي الاهلي. التحفيز وشخصيه النادي الاهلي والروح دي من قطاع الناشئين، ما بتشوف اللعيب بيقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه، ده الدور الكبير اللي احنا منتظرينه من طبعا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن خالد بيبو، اللي بنتمنى ان شاء الله ان احنا كمان يبقى عندنا عدد كبير جدا من الناشئين. اما نحتاج اي حد من قطاع الناشئين نلاقي المردود بنفس المستوى، وده الحقيقه الامر اللي بيسعدنا بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله كل الامور والظروف النهارده باذن الله التحضيريه لفريق النادي الاهلي تصب في مصلحتنا. المجموعه مميزه جدا، مديانا اشاره ومديانا امل ومديانا الحقيقه روح كبيره جدا للعيبه المتواجده في صفوف النادي الاهلي في هذه الفتره، الشباب واللاعبين الخبره، ان شاء الله باذن الله يقدروا يصنعوا الفارق سواء في بطوله كاس مصر وايضا كمان في المباراه المتبقيه من بطوله طبعا كاس مصر والدوري العام. طبعا مش هننسى ربيعه وهاني وياسر وعلي لطفي، مش هننسى طبعا اللاعبين الكبار اللي دورهم كبير جدا، والحقيقه انا بخص رامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي اللي الحقيقه بيجتمع مع اللاعبين، بيتكلم طبعا مع اللعيبه بشكل كبير جدا، اللاعبين الشباب طبعا، لان المرحله دي محتاجه الخبرات الكبيره، محتاجه طبعا كباتن فريق النادي الاهلي في دورهم الكبير جدا، وده اللي بنشوفه وبنلمسه كل اللعيبه الحقيقه، وليد سليمان كمان يمكن ايضا محمد هاني، اكدت طبعا عدد كبير جدا من اللعيبه، كريم فؤاد دوره مميز جدا، زياد، احمد سيد غريب، يمكن كل اللعيبه الحقيقه بتأدي اداء مميز جدا، فبنتمنى الاستمراريه، ده اللي احنا بنستناه طبعا من لعيبه النادي الاهلي وبنستناه من الجهاز الفني، الاستمراريه، الدوافع متجدده بشكل كبير، الرغبه موجوده، فان شاء الله باذن الله المباراه نقدر نحسمها بشكل كبير. ريكاردو سواريش حاول ان هو يحفظ بعض اللاعبين الجمل، التحركات، التمركزات الخاطئه في الكرات اللي علينا، الكرات الثابته، المرتدات، كل الامور دي الحقيقه الراجل اتكلم واشتغل عليها طبعا نظريا وعمليا، بنتمنى ان شاء الله يكون مردودها كبير في 90 دقيقه ان شاء الله، محتاجه تركيز كبير جدا، شخصيه النادي الاهلي يفرض شخصيته من البدايه، مباراه الكاس فيها مفاجات ودي تحذيرات كبيره جدا من الجهاز الفني، المفاجات وارده في كره القدم وتحديدا في مباراه الكاس، لكن ان شاء الله باذن الله بالاصرار الكبير المعتاد على لعيبه النادي الاهلي وبتحمل المسؤوليه الكبيره اللي احنا لامسينه من كل اللاعبين، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يتخطى دور ال 16 من بطوله كاس مصر. مستمرين معاك بالتاكيد كابتن ايمن طبعا لحظه بلحظه بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي لمباراه اليوم الاهلي ومصر المقصه.